فتمينا في فترة المخيمات 5 أشهر. فأنا في فترة المخيمات كنت أجي طلطل على البيت وأرجع، ما أتحمل إلا شم ريحة بيتي وريحة داري، لأنيته مع هالشيء كانت قاعدة المخيمات صعبة. القصف 2 كيلو، 1 كيلو، 3 كيلو عم يطبني. هون عنا صواريخ، هون قذائف عم يطبني عنا حوالينا. الله وكيلك وقت اللي بيصير البيت بيهتز. عمي عندنا 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 طرت طرت.